يقول هذا السؤال الثاني، يقول أحسن الله إليك، بعض الإخوان يقول إن اللحية حلقها ليس حراما بل هي من السنن، ويقول إنها لو كانت فرضا لكان حلقها يدخل النار وكان كافرا كتارك الصلاة، فهل هو كذلك؟ الأمر ليس كذلك فيما ذكرت جميعا، فإن العلم لا يؤخذ من الإخوان، العلم يؤخذ من أهله، فإذا أردت أن تجعل دينك عرضة لكل متكلم ضاع عليك دينك، ولكن ترجع في المسائل التي تشكل عليك إلى أهل العلم فتستفتيهم ولا تلتفت إلى أقوال سواهم سواء كانوا من الإخوان أو من غيرهم. وحلق اللحية المقتضي استئصالها بالكلية حرام بالإجماع، وإنما خرم هذا الإجماع بالدعاوى الفارغة والمقالات الباطلة في هذا العصر، وهو إجماع لم ينفرد به الحنابلة كما يقول الأفاكون، بل نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية أبو محمد ابن حزم في كتاب المحلى وفي كتاب مراتب الإجماع، ونقله أيضا أبو الحسن بن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وهذان ليس من الحنابلة كما نقله من الحنابلة أبو العباس بن تيمية في شرح العمدة وغيره من كتبه، فهي مسألة مجمع عليها، ولا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون من وقعه داخلا للنار أو كافرا، فالمحرمات على درجات كما هو معروف، فمن حلق لحيته فهو عاص. وقد اختلف أهل العلم في رتبة عصيانه، هل هو كبيرة أم صغيرة، على قولين أظهرهما والله أعلم أنه صغيرة، إلا أن يقترن بذلك معنى خارج عن نفس الحلق كإرادة التشبه بالنساء أو الفاسقين، فإنها تكون كبيرة لأمر خارجي، وأما باعتبار النصوص الواردة فيها فإنها من الصغائر.